إيهاب النزيلي وثنائية النجاح الرياضي والتفوق العلمي. نجاح النجم الرياضي والأكاديمي إيهاب النزيلي تسنده عوامل مختلفة. نجح رياضيا حتى صار من نجوم كرة القدم اليمنية. تألق في صفوف نادي شعب إب والمنتخبات الوطنية. استمر في تعليمه حتى نال الماجستير والدكتوراه في اللغة الإنجليزية. انحدر من أسرة غنية فكريا وثقافيا وعلميا ورياضيا. بدأ حياته الرياضية عام 1989 عندما انضم لنادي شعب إب. بفعل نجوميته أطلقت عليه عدة ألقاب، منها زرياب الكرة اليمنية. يعد واحدا من أبناء الجيل الذهبي لفريق شعب إب. أسهم مع فريقه في تحقيق إنجازات مهمة في تاريخه. مثل نادي شعب إب في عدد من البطولات الخارجية. سجل مع ناديه 75 هدفا، منها 7 أهداف من ضربات ركنية. قد يكون نادرا عربيا وعالميا أن يسجل لاعب 7 أهداف من الركنيات. كل ذلك لم يلهي إيهاب عن حلم التفوق العلمي في اللغة الإنجليزية. كان هدفه واضحا وهو إحراز أعلى الشهادات. استطاع بعزم واجتهاد تحقيق حلمه ونال درجة الدكتوراه. يعمل اليوم أستاذا محاضرا في إحدى الجامعات العربية في تخصصه. كان واحد من أصعب القرارات التي اتخذتها عندما هيرت الكرة وانخرطت إلى التعليم الأكاديمي في الهند عام 2007. كل نجاح قصة، وكل نجاح قصة. وبالنسبة لي أنا أحد أسباب نجاحي هو أولاً احترام العلم، ثانياً لابد أن يكون لي هدف معين، لابد أن أصبح